الفرقة الثالثة الكرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، إذا نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن، يقولون كذا يقولون، وهذا باطل، هذا باطل. يلزم عليه أن المنافقين أنهم مؤمنون لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله جل وعلا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهم يقولون بألسنتهم لكن لا يعتقدون بقلوب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. الشهادة هذه جنة يتسترون بها دون القتل، يريدون أن يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في قرارة أنفسهم وقلوبهم. حكم الله أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأصنام، وأنتم تقولون أنهم مسلمون وإنهم مؤمنون، هذا قول الكرامية.